قاعد اشوف الفنان سمير صبري اللي قاعد بيتكلم معايا، لا انا شايفه كما لو كان ورا الشاشه يعني طول الوقت، وانا شايفه وهو بيمثل قدامي طول الوقت. في فكره المطرب اللي صوته جميل، في فكره الراقص والكوريوجرافر المبهج جدا، في فكره طبعا الممثل الفظيع اللي كنت طول الوقت بطمع زياده طول الوقت يعني، واحنا شغالين مع بعض باخد تيك بيبقى لطيف، باخد تيك تاني الاقيه عامله احسن فاطمه، اقول تيك تالت تيك رابع تيك خامس، اوقات بنوصل لعشرة تيكات، وانا كل مره بشوف الموضوع حاصل احسن. وهو ما كانش بيضايق خالص على فكره من موضوع الاعداد ده، ولا بيقول لي كفايه كده اطلاقا يعني. فسمير انا لن انسى له موقف في حياتي، كان يوم طلائي غيابي من احدى زيجاتي، كنت حزينه جدا وقاعده بستنى الشوف بتاعي، فاضل لي 13 يوم من عقدي وانا حاطه ايدي على خدي ازاي اطلع المسرح، لقيت سمير صبري داخل عليا وبيقول لي، كنت بقدم استعراض اسمه سندريلا لمحمد المنير، فقال لي قوم يا سندريلا بكره هتبقي معلمه الساعه 12. قلت له اهلا يا سمير، ايه معلمك ايه؟ سرخانه بكره الساعه 12 في اوردر، في كاميرا الساعه 12، خدي السيناريو، اللبس موجود، منديل اسود هنا وجلابيه سودا، وانت في السرخانه وما تقوليش ولا كلمه، قومي واضحكي، ايه الهبل بتاعك كده؟ انت نجوى فؤاد وانت سمير صبري، مبروك عليك. هي شو الثقافة كلها تعمل لفتة زي دي مع نجم كبير زي الراجل اللي قاعد معانا ده، وأخيرا نرى نجوم مكررة وهي عايشة، فدي تحسب للدكتور وتحسب للهيئة وتحسب لوزارة الثقافة. أستاذ سمير صبري بالنسبة لي أنا شخصيا مثل أعلى وقدوة، وأنا بعتبر إن هو صديقي، أنا لازم كل يوم أكلمه كل يوم أسأل عليه. يا عمر مفيش عمل اخشه الا لما الجا اليه، وهو دايما يبقى سباق بالخير ويجي، وعمره ما خد في انتاجي جنيه، بيقول لي ده كادو سواء كان في الفيلم اللي بنعمله حاليا او في طبعا. استاذ سمير عجينه يعني، شخص معجون بالانسانيه زي ما الاساتذه كلهم اتفضلوا قالوا، وبالثقافه وبالفن وبالابداع، وانا عايز اقول له قدامكم كلكم انا بحبك جدا. ان الحكايه دي وانا صاحي وانا حي، وانها معموله في حياتنا، وهذا التجمع زي ما سميره قالت عاده ما بيجيش هذا الحشد من الزملاء والزميلات يعني، فحلو قوي 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 ان احنا الجيل العظيم ده اللي قاعد ده، العطاء الرائع لكل اللي موجودين قدامي انا، كل دول ناس حبوا المهنه وادوها كتير قوي، والحب ده واضح في كل الاعمال اللي احنا بنشوفها في الفضائيات يوميا يعني لسه امبارح انا شايف لبلبل الراقصه والسياسي والراقصة والطبال، الست دي اللي لابسه برضه فرو وشيك ومش عارف ايه، برضه بتقدر تبقى بلدي. الجيل الجديد احيانا تبقى فيه يعني واحده تقول لك انا مش عارفه اعمل ايه عشان مطلوب اعمل دور راكسه وانا مش فاهمه اعمل ازاي. لا لا لا، الموضوع ده هيليوبلس كيس، تقصد هوبلس كيس يعني، وبالانجليزي بتكلمنا انا كمان يعني. اتمنى فعلا ان اللفته الحلوه اللي عملتها قصور الثقافه دايما